بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الضيف. هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. يقول السائل في الآية الكريمة: الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن الشمس تجري لمستقر لها، ومعنى تجري أنها تسير في فلكها من المشرق إلى المغرب، وهذا فيه رد على الذين يقولون أن الأرض ثابتة وإن الأرض هي التي تدور عليها، في حين أن الله جل وعلا قال عن إبراهيم عليه السلام أنه يحاج النمرود، لما قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، يعني أنه يأتي باثنين قد استحق القتل فيقتل أحدهما ويعتق الآخر. إبراهيم عدل عن هذه المغالطة، ذهب إلى شيء لا يقدر النمرود أن يغالط فيه، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا يدل على أن الشمس تجري في هذه الآية، والشمس تجري لمستقر لها. المستقر الذي لها قيل إنها تسجد تحت العرش، تأتي من المشرق تسجد تحت العرش ثم تذهب، وهكذا. هذا يفسر قوله تعالى: لا لمستقر لها. وفي قراءة: والشمس تجري لا مستقر لها. لا مستقر لها يعني أنها تجري دائما ولا تستقر. نعم، أحسن الله إليكم. أبو عبد الله أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: الشيخ، هل يجوز الأخذ بالقول الأخف إذا شق الأخذ بالراجح كمن كثر نسيانه لكبره مثلا، فينسى قراءة الفاتحة في صلاته فيجبر ذلك النسيان بسجود السهو، على أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة مع أنه كان بالأول يرى أنها ركن؟ لا، الركن ما يسقط، الركن في الصلاة ما يسقط ولا يجبره سجود السهو، فإذا لم يقرأ الفاتحة لم تصح الركعة، فيأتي بدلها بركعة وتلغو الركعة التي لم يقرأ الفاتحة فيها ويسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أولئك الأشخاص الذين يستغيثون بالسادة والأولياء والصالحين، ما حكم عبادة هؤلاء مأجورين؟ الاستغاثة بالمخلوق على قسمين: استغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر على الإغاثة، هذه لا بأس بها. قال جل وعلا في قصة موسى والإسرائيلي: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. هذا دليل على أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يغيث أنه لا بأس بذلك. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كإنزال المطر وجلب الأرزاق غير ذلك وشفاء المرض، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيه. ومن استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، لأن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: اشرحوا لنا الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الفرق: توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله في أفعال العباد التي شرعها لهم، كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من أعمال العبادة. نعم. في آخر أسئلة الأخ عبد الرحمن، يقول: الشيخ صالح، هل يمكن أن يأتي إثبات أسماء الله والصفات مجملا وأن يأتي مفصلا؟ لا،
إثبات الأسماء والصفات مفصل حسب الأدلة، مفصلا بحسب الأدلة، لأن أسماء الله جل وعلا كثيرة لا حصر لها، منها ما علمنا الله إياه ومنها ما استأثر بعلمه سبحانه وتعالى، وصفاته تابعة لأسمائه، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة. العليم يدل على العلم، والرحيم يدل على الرحمة، قدير يدل على القدرة، وهكذا كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله، ولذلك كانت أسماؤه حسنى وليست أسماء مترادفة لا معنى لها. نعم. يقول هذا السائل: والدي رجل بلغ من الكبر عتية، وأصبح لا يعرف الأولاد ولا البنات ولا الجهات الأصلية، ماذا عليه من جهة الصلاة والصوم؟ ليس عليه شيء إذا كان ليس عنده عقل، بلغ بالخرف بحيث لا يتصور الأشياء ولا يعرفها، ليس عليه عبادة. نعم. له سؤال ثاني يا شيخ صالح، يقول: من صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر صام أهله قبل أولئك أو بعده، ماذا يفعل؟ يفطر مع أهل البلد إذا أفطروا، ويقضي يوما إذا كان في صومه نقص يوم عن البلد الذي قدم إليه، فيقضي بعد العيد يوما. نعم. يقول السائل أبو سالم يا شيخ في الآية الكريمة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، هل الآية هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست خاصة بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نساء الرسول هن القدوة لنساء الأمة، نساء الأمة يقتدين بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما أن نساء الرسول أمرهن الله بالحجاب وتغطية وجوههن عن الرجال الذين ليسوا من محارمهن، فكذلك نساء الأمة فإنهن أيضا يجب عليهن ستر وجوههن بالحجاب، كما في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فعلل ذلك بطهارة القلوب، طهارة القلوب مطلوبة لكل مسلم ولكل مسلمة، وكل مسلمة تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأنها بحاجة إلى طهارة قلبها، وكذلك الرجل تحتجب عنه ولا ينظر إليها ولا ينظر إلى وجهها، لأنه بحاجة إلى طهارة قلبه، فالعلة عامة ليست خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فعلل الحجاب نساء الرسول بأنهن لا يؤذين، إذا احتجبن لا يؤذيهن الفساق ولا يتابعونهن، فكذلك نساء الأمة هن بحاجة إلى ما يمنع الأذى عنهن من قبل الفساق والذين يتابعون النظرات على النساء. نعم. يقول في الآية الكريمة: الرحمن علم القرآن. نعم، الرحمن علم القرآن، فالقرآن هو من عند الله عز وجل، وهو الذي علمنا الله إياه فضلا منه وإحسانا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا أوحى القرآن بواسطة جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه إلى الرسول بواسطة جبريل، والرسول بلغنا إياه، يجب علينا أن نتعلم القرآن. نعم. أخيرا يقول في الآية الكريمة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ما هي هذه المواقيت؟ مواقيت المعاملات والآجال والديون المؤجلة، ومواقيت العبادات كمواقيت الصلاة، إذا زالت الشمس عن وسط السماء وجب الظهر، إذا صار ظل الشيء مثله فقد دخل وقت العصر، إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، إذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء، إذا طلع الفجر وجبت صلاة الفجر، وهكذا، فجعلها الله مواقيت للعبادات كما أنها مواقيت للمعاملات، هذه الأهلة. وهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا؟ الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه، أجابهم بفوائد الأهلة، كان اللائق أن يسألوا عن فوائد الأهلة ولا يسألوا عن حقيقة الأهلة، الله أرشدهم إلى أن يسألوا عما ينفعهم وما لهم فيه حاجة، ولا يسألوا عن شيء ليس لهم به حاجة وليس من شؤونه، وهذا يسمونه أسلوب الحكيم، أن يجاب السائل بما يحتاج إليه ولا يجاب عما سأل عنه إذا لم يكن له فيه فائدة. نعم. تقول الأخت أم مرام فضيلة الشيخ: هل للمرأة أن تذهب إلى الجامع وعليها الحيض لتعزية النساء؟ لا تدخل المسجد
إلا مرة إذا كانت تمر ولا تجلس فلا بأس بذلك. يجوز للحائض والجنب أن يمر في المسجد لحاجة، لأخذ حاجة من المسجد أو لسؤال أحد في المسجد أو ما أشبه ذلك وهو مار. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم. أخيرا أبو عادل، من الآيات التي يسأل عنها في قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، يعني أبطأ عن النصر، أصيب الرسل عليهم الصلاة والسلام الكرب والشدة والأذى من الناس، يصعب عليهم الأمر والانتظار، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. نعم. فضيلة الشيخ، الأدعية أو الحديث الوارد في صياح الديك والدعاء المشروع عند سماعه، هل ما ورد صحيح؟ نعم صحيح، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. إذا سمع أذان الديك فإنه يقول: أسأل الله الكريم من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عادل من أسئلته يسأل عن كتابين: تفسير البغوي وتفسير القرطبي. كلاهما تفسير جليل وتفسير جيد، تفسير البغوي وتفسير القرطبي، لكن تفسير القرطبي أوسع من تفسير البغوي. تفسير البغوي مختصر وتفسير القرطبي مفصل، يعتني بالأحكام الفقهية والخلاف والترجيح والتفسير بالأثر أيضا. وتفسير البغوي تفسير جيد لكنه مختصر. نعم. يقول: ما المقصود بالغمام في الآية الكريمة: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى؟ المراد بالغمام السحاب، هو الغمام. هذه نعمة أنعمها الله على بني إسرائيل في التيه، لما كانوا في التيه وفي وضح الشمس، الله ظلل عليهم بالغمام لكي لا تضرهم أشعة الشمس. أنزل عليهم المن، وهو نوع من الحلوى ينزل من السماء على الشجر فيأخذونه ويأكلونه. والسلوى هي الطيور، طيور الطيبة يأكلونها في تيههم. نعم. هذا السائل أبو عامر يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن زكاة المال المتاجر به في العقارات والدكاكين، كيف تؤدى هذه الزكاة؟ نعم. ما بيده من النقود يخرج زكاته نقود ربع العشر منه، يخرج منه ربع العشر. وما كان عروض تجارة كالأراضي والعمارات والبيوت فإنه يقومها بما تساوي، إذا كان يعرضها للبيع يقومها بما تساوي ويزكيها ويخرج ربع العشر، وما باعه منها يزكي قيمته. نعم. يقول السائل: ما المراد بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع؟ هذه أنواع من الميتة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة وهي التي خنقت في حبل ونحوه حتى ماتت، والمتردية والتي سقطت من جبل وما أو من مرتفع وماتت، والنطيحة وهي التي تناطحت مع شاة ثانية ماتت بسبب النطح، هذه حرام لأنها لم تذكى. وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ما أصابه الذئب والسباع من الذئاب وغيرها وأدرك وقد مات بسبب أكل السبع له فإنه حرام، وما أدرك وهو حي من فريسة السباع، أدرك وهو حي حياة مستقرة فإنه يذكى ويؤكل. هذه امرأة تقول: شيخ صالح، بأنني أتابع الإمام في الصلاة في المسجد لكن لا أسمع تكبيره للسجود ولا الرفع منه، فأتوقع تكبيره لها فأتابعه على هذا التوقع، فهل يجوز لي ولمن معي من النساء متابعة هذا الإمام في الصلاة أو يجب الانفصال عنه؟ إذا كنا في المسجد يتابعنا الإمام، إذا كنا يسمعنا صوته أو يرين من خلفه يتابعنه، أما إذا كنا خارج المسجد في بيوتهن لا يجوز لهن متابعة الإمام، بل تصلي في بيتها بنفسها. نعم. أخيرا يقول يا شيخ السائل: إذا صلى الرجل الظهر في بلده ثم سافر، فهل له أن يصلي العصر في الطريق قبل وقتها لأنه قد نوى جمع التقديم؟ لا يجمع، لأنه ما شرع في السفر، ما دام في البلد وفي بيته ما شرع في السفر. لا يحل له الجمع
القصر والإفطار في رمضان إلا إذا خرج من عامر البلد وواجه البر، إنه حينئذ يكون شرع في السفر. أما ما دام في بيته أو يسير في البلد فإنه لا يترخص برخص السفر. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.